سمر تعبانة وبس، ما هيك؟ يعني ما في شي تاني؟ قلت لك نهال ما في شي. بس ما تكون مريضة. أبدا. ما سألتني عن امتحاني. كيف كان؟ ممتاز. تأكدت من الأجوبة على التليفون مع المنوزيل. أكيد رح أخذ العلامة التامة. برافو. الحمد لله. بدك تتركني لحالي؟ رح شوف سمر شوي وبرجع لك. I say this with all sincerity from the bottom of my heart. You're an incredible human being and a credit to your race. Sandra, let me ask you a question. What do you do? Tell them what you do. يلي عملتي ولدني. I'm a student. Yeah, a student. And what are you studying? No, I got an instinct for what a person studies. رجاء ممكن تسكري هاد. Exactly what you'd be right for. شوفي شو بدنا نحكي. بدك تحكي لي عن اللي صار اليوم بالمزرعة؟ حكيت مع إنعام خانم، تحججت بالشغل ورحت لهنيك؟ أنا رحت شوف ابني وبس. صدقتك كتير، أكيد ما في سبب تاني. أنا رحت حتى شوف مراد وبس. شو عم بعمل أنا؟ هلأ أنت منتبه على تصرفاتك يا سمر؟ أنا ما بحب اسمع هذا التخريف، ولا بسمح لهالشغلات الغبية إنها تصير ببيتي أبداً. يا الله شو هالحالة؟ شو هالوضع اللي وصلنا له؟ سمر لازم توثقي فيني. ما في علاقة بتستمر من دون وجود ثقة متبادلة. بكفي تهدد فيني بقى. ماني عم هددك، أنا عم نبهك. بكفي. لا بقى تعاملني هيك. لا تنبهني ولا تحط لي شروط. لا بقى تضغط علي أكثر من هيك، بكفي. اهدي شوي ولا بقى تصرخي بالطريقة. أنت اللي عم تجبرني. ليش ما عم توثق فيني؟ نهال؟ أنت اللي عم تشوه علاقتنا. شو عم يصير؟ عم يتخانقوا. انهي الموضوع يا سمر. معناتها لا بقى تضغط علي أكثر من هيك. تعالي معي. متضايقة على بابا. إذا شافك بهالحالة رح ينزعج أكثر. ليش عم بيصير هيك؟ خلص ما عاد في شي. ليكن سكتوا. هنتني مرة تانية بروحتك اليوم لهنيك. ما عاد بدي أحكي بهالموضوع. تعبت. معناتها تركني بحالي. رجاءً أعصابي تعبانة كتير. تبردي هيك.
نهاد كان هون، حكينا شوي بموضوعه، قرر يبقى بالشركة. نمتي؟ بسطت كتير. سمر أنا بحبك، بحبك كتير، يمكن لهيك تصرفت بحساسية. مثل ما قلت لك أنا تصرفت من دون ما أسيطر على حالي، أنا آسف، ماني حابب يكون بيناتنا أي توتر. بتمنى إنه ما نجرح بعضنا ولا نزعج بعضنا، بتمنى نسامح بعضنا على أخطائنا وحتى نتغاضى عنها ونسامح بعضنا كمان مشان نعيش حياتنا من دون أي شيء يعكرها. خلينا نتعلم كيف نوثق ببعضنا.